السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف سؤال مع بعض. Which of the following customer can benefit from BIM؟ مين من دول ممكن يستفاد من خلال BIM؟ المعماري, architectures, engineers, owners, contractors, all the above. تمام؟ طيب نقدر نستثني؟ تعال نشوف. الارتكشر المعماري استفاد كتير جدا جدا, تمام, بيوفر له وقت كتير. بدل ما كان بيقعد يعمل سيكشن وياخد وقت كتير, لا ده السكشن بيطلع في ثانية. لما يطلب بيتعمل منه منظور بيطلع في ثانية, الحصر بيخلص في ثواني, الجلاشات في ثواني, يحط الشغل اللايتنج ويعمل كوردينيشن مع الأماكن بتاعت السبرينكلر مع مخارج الهواء, كل الحاجات دي بتخلص في ثواني, فهو بيستفاد كتير جدا. انجينيرز بيستفاد برضه في حاجات كتير جدا, بيخلص حصر والكلاشات وكل حاجة. الاونر اكتر واحد بيستفاد, المالك, تمام, لان الاستفادة بتاعته يعني اثناء التصميم واثناء البناء واثناء التشغيل, فهو بيستفاد كتير جدا جدا جدا. الكونتراكتورز بيستفاد برضه كتير جدا, ان هو بيقلل الوقت المهدر, تمام, فكل من دول بيستفادوا. يبقى احنا هنختار all the above, تمام, لان كل الاطراف بتستفاد من البيم.